قالت واحد الدري صاحبي قال لي علاش ما تشوفش ايتسي؟ وانا ايتسي 2017 كنت شحال فيها كونت، كنت شحال فيها كونت وما مسوقش ليك، كنت كنقول واقيلا ايتسي راه ما فيهش سيلز، واقيلا بنادم اصلا كاع ما كيتسوق ليك، ما كنتش كندخل ليك بلي فيه ديك البرودوي هذاك الشيء اونتيك داك الشيء قديم، كنقول محال واش فيه شي حاجه هذا، ما عمرني ما عطيتو الفرصه. انا دابا معاك وصلني اوردر عاوتاني بحال ديك المره هالوين مثلا، ها هو هذا نيت تقدروا تخدموا عليه شهر 10، شهر 10 نهار 30 كاين الهالوين، ما غاديش يهدى التليفون ديالك من نوتيفيكاسيون. سعيد بلقياكم ان شاء الله اليوم في هذا اللايف هذا اللي غادي يكون خصوصي ايتسي. ان شاء الله الضيف ديالنا غادي يعطينا دي زانفورماسيون صراحه اللي غادي يكونوا رائعين بخصوص باش انكم تفتحوا دي زاكونت وتبداو العمل في يعني في ايتسي. وغنسولو كذلك زعما اش من نيتش اللي مزيان، يعني كنهضر انايا مع الناس اللي مبتدئه، يعني الناس واحد مبتدئ باغي يبدا في ايتسي نقولوا ليه اش من نيتش مزيان يخدم، ونقولوا ليه كاع ان شاء الله انه يعطيكم مثلا شي معلومات على شي بروداكت اللي كيتمشى في ايتسي، تقدر تمشي تيستي انت تحطو في الشوب ديالك ويخدم لك مزيان. حاجه وحده هو زعما خصنا نلقاو التفاعل ديالكم ان شاء الله في هذا اللايف، لي كومونت ملي غنطلع اللايف غادي نسدوهم ياك باش نتكونسونطراو مع لي زانفورماسيون، ابخي غنطلقوا لي كومونت باش تحطوا الاسئله ديالكم، اي واحد عنده شي سؤال نحاولوا نجاوبوا عليه. داكو بالنسبه للضيف ديالنا ان شاء الله ديجا تكون سمعتوا الاكسبيريونس ديالو في يوتيوب، صراحه انا بدا عجبني لانه ما بقاش كيفكر بزاف داكشي اللي سمعوا في يعني في دي لايف واحد اخر كنا درنا، مشى كيطبق والحمد لله خدمات لي استراتيجي. وفي نفس الوقت غنسولو على لي استراتيجي اللي ديجا خدم بهم، يعني دي ميثود خدم بهم ونجحوا ليه. داكو الو غادي نطلعوا الاخ انس معنا. اهلا سي انس. خالي خويا بخير، كيف الحال؟ كلشي مزيان انت مولاي الدار بخير الله يحفظك. ديما في اللايف اللي كندير كنعطي واحد يعني كنعطي فرصه ولا مهلة للضيف باش انه يعرف اكثر على راسو او اهم حاجه يعني كيفاش بدا في البيزنس موديل ولا في الويب اون جينيرال. المهم راه الكلمه لك اخويا انس. شكرا خويا خالد. المهم معكم انس، ولد كازا فهمتي في المغرب نيت، ولكن دابا عايش في فرنسا، عندي 20 عام، كنقرا هنايا عندي ماستر في اوبجي كونيكتي انتيليجنس ارتيفيسيال، وميم طون دابا فهمتي راه يعني كنت كنضارب مره هنا في اي بي تي في مره في اي باي، يعني انا نقدر نقول بديت خدمه يعني في الانترنت بديت في 2017 2016 بحال هكا. كنت في الاول بديت كنخدم غير يعني سميتو كنت كنصايب بلوغ وكنقلع فيه دي زارتيكل، كنكونكتي مع الادسنس. ديك الساعه كانت القضيه سهله يعني في الاربيتراج وداك الشيء كانت القضيه سهله، ما كانش خاصك تابروفي السيت وبزاف د الحوايج. المهم كنا كندخل فهمتي ديك في الاربيتراج كنا كندخل ديك 800 درهم يعني باش كتخرجها وصافي في الشهر ابخي. يعني بديت كنعرف يعني الدومين الاخرين شويه فهمتي، بديت في اي باي دروب شيبين. ديك الساعه كان البيك ديال اي باي، كان كلشي ديك الساعه مليح الاي باي. المهم حتى انا دخلت تما تما فين خديت صراحه اكسبيريونس زوينه في دروب شيبين، سيرتو انا كنت كنخدم تما فيزيكال ما كنتش كنخدم ديجيتال، حيت ديجيتال كانوا كيسدوا لهم لي كونت، الوغ كنت كنخدم فيزيكال خدام ليغال عادي يعني. مره واحده كنسد ديال كونت وعاود رديتو، عاود دويت مع السيبورت رديتو. المهم بقيت قدام حتى لواحد الوقيته فاش كانوا جات في 2018 بحال هكا، كانت اي باي كانوا بداو كيزيروا على المغاربه يعني ولاو كيسدوا لي كونت، وليتي على ابسط الحوايج صافي كيسدوا لك الكونت، ما عمرك ما تحلم انك تعاود ترجع صافي كيقول لك ديفينيتيفمون ما عمرك ما تقدر تعاود تحل الكونت. صح صافي وصلت ديك الوقيته انا ديك الساعه قرايه عاود ثاني وحقدت يعني صافي. انا كنت كان يعني كانوا بقاو لي فلوس في باي بال ما عرفتش كتقاد لي 700 دولار واقيلا، وديك الساعه انا راه باقي مينور عندي 17 عام، ما قعدت واحد 700 دولار في باي بال يلا خرجتها العام اللي فات. ضربوك بالهولد. الهولد ماشي الهولد، دابا الكونت سد عطاك ديك 180 ليميت 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 ومعندكش الاي دي ديك الساعه، ما عندي لا اي دي لا والو، 180 يوم باش تخرج فلوسك وصافي. انا ديك 700 دولار صافي بحال قلت نيست منا ما بقيتش كاع سوقت، لا حتى العام اللي فات عاد باش جبدتها صوبتي لا كارت واقيلا لا صوبتي في
صار مش في 2020. صحيح. المهم مو رأيي باهي صافي، ما بقيتش خدمت حتى شي حاجة، صافي حابس ما كندير والو. يعني كنت خدام عادي في الدار، كنبيع وشري في التليفونات في ماركت بليس، لي تليفون عاود فيه البيع وكذا. تما الصراحة فيهم فلوس، يعني اللي بغى يخدم حتى في التليفونات اي كوميرس وداكشي تما فيهم فلوس صراحة، هو خاص فيهم القوال بزاف، تقدر تشري تليفون يعني تلقى فيه المشكل والجهاز، خاص تكون ضروري عارف القوالب ديالو. المهم ابخي جديت كنفكر يعني نصايب دي سيت ويب، نصايب دي بلاتفورم، حاولت وفشلت يعني بزاف المرات صراحة. واخا كنت مازال باقي عندي واحد الايدي ديال واحد السيت مازال باغي نديرو ان شاء الله، فهمتي، واخد دومين، واخد كلشي دومين، واخدهم 2020 ومازال كل عام كنخلصو ومازال ما درتش بيه والو، لا ما بيتش. فهمتي. المهم ان شاء الله يكون خير. صافي مورا درت الاي بي تي في، اي بي تي في درتو قبل الايتس، يعني قبل ما نشوف اللايف ديالكم كنت درت الاي بي تي في، شريت البانل، شريت الدومين، شريت التامبليت، ما يعني شريت كل شيء تقريبا، خسرت شي 4000 درهم في هادشي كامل. درت الادز، كياخذوا فلوس ما بزاف في الاخر، ما جوجل واقع لها. درت جوجل، درت فيسبوك خاطر ما بقاش خدام مزيان، درت خدام خليت غير جوجل. المهم كنحاول نسباي شويه بسيم روش، كنشوف سيم روش كناخذ ديك فري ترايل كيعطيوك ديال 7 ايام وقال ما عرفتش شحال، كندير ديك فيديو سباي فهمتي، وخاكك ما كملتش فيه حيت لقيت بلي خاصني راس المال يكون شويه كبير في الارض وداك الشيء. الدراري كانوا كيخدموا شويه ايليغال، كانوا كيديروا داك كيشرب دي لي زاكون شوب، ديال ريزولت داك تريزولت كانوا كيخدموا بهم، وتسدات اصلا ديك الضربه ديالهم ما بقاوش. ابخي فاش كنت كنضرب هكا كنشوف شي حاجه، واحد الدري صاحبي قال لي علاش ما تشوفش ايتسي، وانا ايتسي في 2017 كنت شحال فيها كونت، كنت شحال فيها كونت وما مسوقش ليك، كنت كنقول واقيلا ايتسي راه ما فيش سيلز، واقيلا البنات اصلا كاع ما كيتسوق ليك، ما كنتش كندخل ليك بلي فيه داك البرودوي هذاك الشيء اونتيك، داك الشيء قديم، كنقول له محال واش فيه شي حاجه هذا، ما عمرني ما عطيتو فرصه. اكتشفت اللايف ديالكم في الاول اللي درتي تو براين، كنت شفت فيديوهات اخرين ديال الدراري الاخرين حتى هما، ولكن انا فهمتي الصراحه اللي زعمني هو داك اللايف. المهم دخلت بغيت نشوف داك الكونت ديالي الاول، واخا ما عمرني ما ليستيت فيه شي حاجه، ما درتش فيه والو، لقيتهم سسبندي سسبند سسبندي، ما درتي عمرني فيه والو. رجعت شفت الميل لقيتو سسبند في 2019 على راسه، وانا ما عمرني ما درت فيه حتى شي حاجه، ما دير فيه والو. صافي ما تسوقتش لي، خليته مشيت حليت كونت اخر بنفس الاي بي، بنفس كل شيء، ماشي بنفس الاي بي تقريبا، حيت انا ديك الساعه يعني ديك الساعه كنت في المغرب حليته، ودابا انا حليته في فرنسا. فكر انا نفس الحاجه، راه الدري صاحبي هو حل الكونت في المغرب وخدام خدم ليه دابا مزيان مزيان، ما تسيسبيان دابا والو. واحد الدري اخر هو يلا قلت لي هو كيحاول هو يحل، مازال ما حلش الكونت ديالو. المهم حليت الكونت، عمرت لي زانفو ديالي يعني عاديين، درت رسم باسبور، كونت بونكير انا ديجا عندي الايبان، حيت في فرنسا كيكون عندهم كونت، كيكون عندهم ديك الايبان ماشي بحال المغرب. صافي سينو الدراري الاخرين يقدروا يخدموا بايونير، بايونير داكور سيارة تخدم ليه. صافي المهم في الاول باش حليت الكونت حاولت انني يعني ما نديروش سيلر يعني من الاول، شنو درت؟ كيكشو دير دي برو فافوري، نحط شي حاجه في الباني باش تبان بحال بحال انت راك سيلر عادي، كتدخل كتشوف مر نهار انت كيزيد تجمع عدد الكوكيز. جمع لك بعد الكوكيز وداك الشيء، ما خدمتش انا بالكوكيز ديالي صراحه، ما درتش نافيغاتور جديد ولا شي اونجل جديد، خليت البرازر ديالك خدمت بيه هو نيت. صافي بقيت بحال واحد المده ديال 15 يوم، شريت واحد جوج ديال البرودويات، واحد البرودويات ديجيتال اورو 30 اورو 20، ماشي شي حاجة راه مكملش 20 درهم فهمتي. صافي تيليشارجيتهم، حطيت لذاك السيلر حطيت ليه فيدباك ديالو، ابخي وانا ندخل صايبت الكونسيلر ديالي، وخا هكاك ما درتوش بشي ليان ديال شي واحد فهمتي، بدي باش يعطيوني ديك 40 لي 60، ما كنت كتخلص على ديك جوج دراهم ياك، كنت كنخلص على ديك جوج دراهم، ولكن دابا صافي دابا ولا دابا كتقيد عند الدرع، كانت عندي اكثر من 400 فري ليستين، دابا راه وصلت وقيله شي 100 190 وخايف فري ليستين. فري ليستين حيت بلا دخل عندي، درت واحد ليستين درت زعما هذيك بحال كما كيديروا الناس فيها 40 ليستين فابور، دخلت من هذا الليان هذا ما درت لها لا ادش لا والو، بنادم كيدخل كيدير لها سكريبسيون منه، يعني كيتانسكري بنادم من عندك وهما كيعطيوك، يعني انت كتحط الفري ليستين كتبقى تطلع لك
حل امازون طلع لك تشير. طلع لك التجير ديالك فهمتي. داكور. وفي الاول قلت لك حليت الكونت عادي يعني يعني ليستيت فيه واحد البرودوي كنت لقيته مليوح انا الصراحه في الزنقه بحال واحد الصالي مهرس فهمتي فيها واحد داك النص التحتاني ديالو شديت وانا صورته في الزنقه يعني ديك الساعه وانا مشي لحتو في ليستين فهمتي باش تبان بعد الكونترا راه محرك خدام وصافي نحرك وصافي حيت من بعد صافي حيدتو داك البرودوي ما خليتوش المهم حطيته بحال هكا تسنيت واحد شويه عاوتاني ما باش نبوستي البرودوي الاول ما بوستيتوش بقيت كنتسنى بين ما جاو الفيزيت شويه حطيت واحد البرودوي حطيت واحد البرودوي ديجيتال المهم كان عنده علاقه بواحد نيت تريند شويه فهمتي بدا كيجيب لي الفيزيت بزاف ما عرفتش شي سيمانه وقال جاب لي شي هادشي بلا ادس جاب لي وقال شي 1500 فيزيت فهمتي والفيوز اكثر من 10000 يعني طلب مزيان عليه طلب كثير من الناس ولكن ما تباع ليا ما والو يعني كنقول لك 1500 فيزيت وداك الشيء ما تباعش شنو المشكل البرايس مثلا انا دابا دابا معاك وصلني اوردر عاوتاني بحال ديك المره المهم قلت لك ما تباعش ليا داك البرودوي وانا صافي ديك الساعه خرجت ما بقيتش تسوقت قبل لي بنادم كيدخل وما حط برودوي واحد ديال بي او دي نيت برينت اون ديليفري خدمتو برينتيفاي شتي جات واحد الصويره بي ان جي قديتها في فوتوشوب فيكتوريزيتها فهمتي المهم ضروري خص اللي بغيتي تخدم ديجيتال صراحه خاص تكون عندك شويه ديال البخيغو كيف تكون عارف شي حاجه في الفوتوشوب وفي الاي اي المهم نسيت انا داك الشيء ومشيت صافي كنقرا عادي كنمشي كنتريني نرجع هادي واحد النهار قلت لك وصلني اوردر وانا شنو نورمالمون في ايتيس كتكون حال يلا حال الكونسيدر وحاط فيه شي برودوي كيبقى وصل لك واحد الميساجات مع دوك النصاب هذوك السبامرز اييه صافي تقول لك صيفط لي انا الميل ديالك باش نشريو مع دوك البرودوي وكذا فهمتي وانا عرفت بين يعني بين من الطياره واي واحد يقول لك صيفط لي ميل باش نشري من عندك راه بين كان يشري ديريكت من البلاتفورم انا ما كنتش كنسوق لهم كانوا كيوصلوني بزاف صافي ما تسوقش وصلني اوردر ديال داك البرودوي انا كنت واقيلا شي سبام عاوتاني ما تسوقش حتى دا السوق انا ما عرفتش شحال شي 5 ايام ولا ما عرفتش شحال الله بقيت عاقل كندخل الكونت اتسي كتبان لي راه بصح داخله تما فلوس صافي ديك الساعه عاوتاني زعمت انتريسي شويه بان لي يعني راه كاين غوفيلي شويه مشيت حطيت الفاندز في برانشيفاي ما عرفتش كان ديك البرودوي شي 28 دولار بحال هكا حطيت الفاندز صيفطتو للسيد صافي من ديك الساعه بديت كنحط كل نهار كنحط برودوي ولا جوج يعني اول نيت خدمتي به هو خدمتي بالبي او دي يعني بي او دي تي شيرت عادي ديال لي فام فهمتي فيه ديزاين سامبل فهمتي ديال واحد النيت اللي كان ترند في ديك الوقيته دابا نورمالمون مثلا في البي او دي يعني كتنصح الدراري مثلا انهم يخدموا البي او دي اللي عنده مع الديزاين يخدم البي او دي هو الصراحة اللي عنده مع الديزاين يقدر يخدم بي او دي ولكن انا جاني ان البخي ديال برينتيفاي غالي شويه يعني الا لقى شي سيت اخر مثلا كيدير البرينت اون ديليفري احسن من برينتيفاي بثمن اللي قل يعني عندك بروفيت كبير الصراحه يخدموا فيه راه صراحه مشي بزاف في ايتسي داكور فهمتي يعني اللي ديزاين مثلا شنو مثلا اللي ديزاين كيفاش ممكن انه يقدر يجيبه ديزاين يجيب شي حاجه ترند شي حاجه ترند عندك نقول لك انا صراحه ملي كنجيب يعني يعني لي سوجي اللي كيكونوا ترند شويه عندك اول حاجه ريديت دخل الكوميونيتيز ديالهم عندك كيورا حتى هما كيبقاو يسولوا تما سينو تقدر بعض المرات تدخل غير لجوجل غادخل مثلا لشي بلاد مثلا يو اس اي مثلا تقول لهم يو اس اي ترند كي ووردز ولا شي حاجه اللي تطلع لك يعني في كتطلع في جوجل نيت ديريكت هذه كتدخل كتشوف يعني شنو الكلمات اللي قلبوا عليهم بزاف في ديك لا سيمين ولا في ديك الشهر وفهمتي كلشي انا بديت كنشوف ديك الساعه كان ترند ديال واحد اللعيبه فهمتي ما نقدرش نقول حيت مازال خدام فيها هادشي كان ترند يا بديت مشيت كناخذ تصاور من جوجل كنت انسبيرمنت كنشوف شنو كاين يعني في داك الديزاين تيليشارجيت الفونت ديالهم الفونت راه موجودين مثلا تكتب فونت ديال اي حاجه مثلا شي مثلا نقولك مثلا شي فيلم ولا شي حاجه مثلا ولا شي انيمي مثلا وان بيس هي واحد الفونت يعني معروفه تشوف اي كتبه مكتوبه بديك الفونت تعرفها ديال وان بيس ما كيكونش مثلا كوبي رايت
انا جايك الهضره، سي فاش تيلي شارجي دوك الفونت يعني دخلتهم في فوتوشوب، خدمت داك الديزاين، تصاورت ما تصاور باش تقدر تاخذهم يعني كاليتي مزيانه، تقدر تشوف داك السيت سميتو نسيت على سميتو، واحد السيت كيكونوا فيه الاس في جي والبي ان جي كامل، داكشي كامل كيكون. المهم لا عرفتي السيمي ديال السيت راه نسيت عليه. سيت واحد السيت كندخل صراحه لقيتو غير باغازا، لقيت الدراري بزاف خدامين به، باش ندخل نشوف. إذا عقلتي عليه مزيان نشريو مع الدراري سميتو كرياتيف فابريكا. كرياتيف فابريكا. هو نوري لك دابا، الدراري نوري لك سمعوا السيت اللي ما عارفوش، حتى من بعد ان شاء الله نطلقوا لي كومنت ونكتبوا لكم هنا هو البيج وري كاع هذا كرياتيف فابريكا الشيء. اها من هنا دابا كتجيب لي هذا، زي ما قلتي. دابا هذا كتصايب فيه كونت، كاين فيه فري ترايل ديال شهر، فهمتي، تخلص والو، وكتجي كتكتب مثلا شنو باغي. مثلا انا قلت لك قبيله مثلا وان بيس، مثلا وان بيس يقدر يطلع يقدر ما يطلعش. انا عم عطيتك غير مثال، كاين بزاف الحوايج من غير وان بيس، المهم تقدر تشوف اللي بغيتي. مثلا شي حاجه ديال الهالوين، دابا حيت قرب الهالوين مثلا، ها هو هذا نيت تقدروا تخدموا عليه شهر 10، شهر 10 نهار 30 كاين الهالوين. ها هو مثلا كتطلع لك هنا الاس في جي البي ان جي، شوف شنو باغي. هانت عندك الجرافيكس، بغيتي الكرافت، بغيتي الباندل، الباندل كيكون فيها بزاف ديال الاس في جي، تقدر تخدم بهم يعني ديرهم في التيشيرت، سينو تقدر تبيعهم هاك يعني برودوي ديجيتال تقدر تبيعه، ولكن خاصك تبدل. ما تخليش مثلا نفس ما تقدرش تبدل في الديزاين، حيت هو كيعطيك في شي بوان اي اي دي ادوب الستراتور، تقدر تدخل تبدل فيه شي حوايج. سيرتو كان شي حاجه يعني فيها شي براند هي اللي خاصك تبدل، اما شي حاجه عادي بحال ديال الهالوين ديال الكريسماس ديال شي حاجه بحال هكا، تقدر صراحه تقدر تخليها كيف ما هي. بدل غير الثامبنيل ديالك، ديك الصوره اللي دير في برودوي، المهم دير الصوره ديالك حتى بيرسوناليزي ديالك انتايا. اوكي المهم هاد السيت هذا صراحة مزيان، يعني بغيتي فيه الفونت، فيه البي ان جي، فيه الاس في جي، فيه الفيشي بو اي اي، فيه كلشي، يعني اي حاجة بغيتي تلقاها فيه. ولكن اون فوا سالي لك عاوتاني داك فري ترايل، دير فري ترايل اخر من كونت اخر. المهم كتبدا تبدلي لي جيميل. حيت هو اصلا رخيص، هو اصلا رخيص، راه 5 دولار في الشهر، فهمتي؟ كتعرف المغاربة ما كراوش، فهمتي؟ يمين لي ميزي ولي شارج. هما دايرين لي 5 دولار في الشهر، فهمتي؟ راه واخا 5 دولار رخيص، راه ماشي شي حاجه. عاوتاني بالنسبه لداكشي اللي كيقدم ليك، راه فيه عرفتي، راه فيه فريمون واحد الانفينيتي ديال لي برودوي صراحه، كاين ساعه بزاف. المهم قلت لك خديت من هنا الفونت، قادي داكشي ودخلت برانتيفا، حتى الديزاين ليستيت البرودوي. من موراها شنو كان وقع؟ يعني بديت كنحط، يعني كل مرة كنحط نهار حتى نهار، نحط جوج ديال البرودوي، نهار نحط برودوي، فهمتي؟ ما كنكثرش صراحة. دابا ملي بديت لدابا يلا حاط 40 برودوي، 40 40 برودوي، قول فيها واحد 15 بحال هكا تقريبا، كاملة ديجيتال، ما تبقى راه فيزيكال. فيزيكال المهم قديت بعدا في الاول ستور ديالي، قبل ما نبدا لي ستيف لي برودوي كاملين، قديت ستور ديالي، بدات براند ديالي، قديت اللوغو، قديت البانر، يعني الشوب براندي شي براند. ضروري يبان بحال شي براند. ما تخليش داك الشيء خاوي. حتى ايتسي واخا تقدر تقول لي ملي برانديتي الشوب ديالك، انا كنت سمعت انك قلتي ما عمره ما تسسباند ذلك، يعني شنو هما المعايير اللي احترمتيها باش ما تسسباندش الاكونت؟ احنا عارفين ان البراندين، ولكن كاينين شي حوايج واحد اخرين، مثلا بحال نقولوا هضرتي مثلا على راسك، حطيتي بحياك هادشي كامل، تقدر تذكروا الدراري لانهم كيطيحوا بزاف سسبان، وقول لهم مثلا علاش خصهم يبرانديو الشوب ديالهم باش ما يتسسبانداش لي ماركت، يعني كيقول لهم تراست من عندي ضروري، يعني باش ايتسي تيق فيك، وباش حتى الناس اللي غادي يشريو يتيقوا فيك، ماشي يبان لهم يعني ماشي يبان لهم عاوتاني شوب جديد ما يزعموش عليه ولا شي حاجه. اول حاجه كتبراندي الشوب ديالك، كدير لوغو، صايبو عطا الله لي سيت، يعني مازال ما كنتيش كتعرف ديزاين ولا شي حاجه، تدخل لي سيت ديال الاي اي دابا راه موجودين، دير لي لوغو فابور، يعني كتصايب كتقول لي مثلا غير السميه، ومثلا النيتش ديالك ما تشوفش البيوتي يعني الديزاين ولا شي حاجه، هو غيصايب لك اوتوماتيكمون اللوغو ديالك وداكشي. كتصايب اللوغو، صايبت البانر،
سميه تكون شويه بروفيسيونيل، ماشي دير لهم محمد ولا دير لهم سميه كل شي حاجه بحال هكا. من غير هادشي كاين واحد البلاصه فيها البروفيل ديالك انت من غير الشوب، تهضر على راسك ياك. كذا على راسك. هذيك الصراحه انا درت بحال عندي محل ديالي انا كنبيع فيه تما، درت التصويره ديالي، درت سميتي، درت كل شيء فهمتي. حتى من بعد عاد حيت سميتي، ما خليتش سميتي، درت واحد النيك نيم وصافي. المهم التصويره ديالي كل شيء كاين تمايا، وكتكتب واحد بحال واحد ستوري ديالك، حنا مثلا واحد المغازان كاين في البلاصه الفلانيه كنبيعوا هذا الشيء فهمتي. وخا حتى في الاصل ما عندك لا مغازان والو، انت خدام مي كتحاول تبروفي باللي راك متهيئ لراسك، كتحاول تبروفي وصافي. ومقاد بانر زوينه، لوغو زوين، وداك الشيء صراحه ان شاء الله يكون ديك الساعه يكون خير. مورا ما قادت الشوب قلت لك، بديت كنليستي لي برودوي، ولي برودوي باش كنليستيون في الاول بديت كنلوح فيزيكال فيزيكال برودكت فيزيكال، حيت انا قلت لك اصلا ديجا عندي باك جراوند، يعني كنت كنخدم فيزيكال في ايباي، يعني كنت عارف يعني كيفاش نقدر نبروموتي مثلا لي برودوي ديالي، وقدر كيفاش نقدر نجيب عندي برودوي اللي مزيانين. كيف قلت لك مثلا لي برودوي انا كناخذهم صراحه من علي اكسبريس، يعني كنت علي اكسبريس كندخل كنشوف النيتش اللي باغي انايا، كندخل كنقلب. ومن الاحسن نشوف شي برودوي اللي ما يكونش يكون يعني في ديك التراند اللي كتقلب عليه، وما يكونش كل شيء ليحو. دخل عاوتاني نشوف ايتسي، شوف واش بلاد مليح داك البرودوي، لقيت بلاد مليح بزاف، دخل شوف شي برودوي اخر في نفس النيتش. عطا الله لي برودوي صراحه في علي اكسبريس موجودين، وفاش تلقاه تشوف عندك ساعات باش كومباري اثمنه ما بين لي فوندور اللي في علي اكسبريس، حيت كاين واحد رابع انا دابا كنلقى واحد شنو داير مش واحد برودوي 15 دولار، وكنزيد نقلب مازال كنلقى الاخر داير غير 7 دولار. كاين البرودوي في كل شيء فهمتي، وتقدر قاعد تدوم معاهم، تقدر تدوم مع لي فوندور ديال علي اكسبريس، كتقول لهم واش عندكم دروب شيبينغ بروجرام، اذا قالت لك اه كتخدم معاهم كيقولوا يعطيك واحد الديسكاونت، كيعطوك ديسكاونت يعني تقدر دروب شيبين من علي اكسبريس للايتسي. كاين وكتقول لهم، كتقول لي كيعطوك ملي كيعطوك داك الديسكاونت كتقول لهم انا اللي هو شيبيو لك لي برودوي ديالك في اقل وقت فهمتي. بحال دابا انا واحد وحدي كنت كنشري من عندهم، ما كانوش كيشيبيو لي دغيا، كدوز 3 ايام 4 ايام عاد باش كيشيبي. هاد السيمانه هادي فاش صيفطت لي ميساج، حيت بداو الناس كيتشكاو وداك الشيء، بدا كيهبط لي داك ديال البادج، عطات لي 86 لحقاش تعطلت على هادوك من 95 حطيت لي 86 وانا ندوي معاهم. ولا سمح لي واش كيحطوا لك نيجاتيف فيدباك ولا شنو؟ لا ماشي نيجاتيف فيدباك، لا باش كيهبط، باش هبط لك شنو السبب باش هبط ديك القضيه ديال الهبوط؟ ماشي هبط لي الريفيوز ديال الشوب ديالي. داك الكاونتر اللي كيعطيوك في كل شهر ديال الباج سيلر، ديال بيست سيلر، الباج ديال بيست سيلر هذاك. نشوف نقدر نوريك، ها هو هذا مثلا، هذا كل نهار كيتبدل فهمتي. هذا اللي فيه دابا 50 دابا انا مش عندي ميساج ريسبونس، يعني كنجاوب الناس دغيا 24 ساعه الاولى عندي 100%، والتارجت هو 95%، انا فايتو ب 5%. الافريج ريتين ديال الناس عندي انا 5.0، عندي يعني تقريبا واحد 34 ريفيو كامله 5 نجمات، ما عندي حتى شي حاجه يعني قل. هي دي اللي قلت لك ديال وان تايم شيبين اند تراكين، كانت عندي في الاول 96 هبطت لي 84 حيت تعطلت على الناس ما شيبيتش ليهم. ماشي بيتيش ليهم، يعني كنتي كتشيبي غيزيد يطلع، تقدر كاش توصل 100%. نقدر ندير واحد القالب هو انني نشيبيه ونقول لهم باللي ما غادي يكون عند الناس ديال ليفريزا حتى النهار فلان فلاني، حتى المورا واحد 4 ايام ولا 3 ايام، ولكن كنخاف عاوتاني فهمتي الاخرين ما يصيفطوش ما يشيبيوش، ونصدق ديك الساعه ما تقدرش تحط تراكين نمبر ملي كتفوت ديك الوقيته، ما يخليوش تحط تراكين نمبر فهمتي. ديك الساعه مصدق طايح في الريفون، ما غطيحش في الريفون حيت فهمتي صراحه جاوني الكاستمرز، يعني فاش كدوي معاهم خاص تكون كتعرف دوي، فاش كدوي معاهم كتقول لهم راه عندنا واحد المشكل في ليفغيزون هذه كذا، كاش تعطيهم كوبون كنت جونتي انا مع لي كليون فهمتي، انا كنعطيهم كوبون كنقول لها كوبون ديال 25% مثلا هاك خدم به في الستور ديالنا، راه اسمح لينا راه غادي يوصلك الاوردر ديالك من واحد الوقيته فهمتي. انا عادي تراك النمبر كنعطيها ليا ديال داك 17 تراك داك السيت عرفتي، 17 تراك هو كنصيف تصلي لي ليا الا ما حطيتوش ليه في البرودوي. المهم قلت لك لي برودوي كناخذو مع الاكسبريس، قلب على النيش، نقلب على احسن ثمن، وتشوف عاوتاني واش كيشيبي لكاع البلدان، حيت كاين اللي ما كيشيبيش لي يو اس اي، شحال مره طحت فيهم
فهمتي كيفاش تشوف القانون؟ المهم كتشوف لي برودوي ابخي يعني صافي. ديك الساعه تليسيت واحد بعت لي برودوي بحال هكا. ديك الساعه جاتني لقيتها انهم طلقوا لي الاد، حيت نورمالمون ما كيعطيوكش الحق تطلق الاد مورا 15 يوم اللي كتحل الكونسيلر ديالك. واقيلا طلقوا لي الاد، طلقوا لي 25 دولار في النهار، $30 في 25 النهار، دولار في النهار. دابا راه طلعوا لي ال 500 دولار في النهار. تبارك الله. كنت بقى كتفاري، مره كيعطوني 500، مره كيعطوني 200، كل مره شنو. واخا هكاك انا ما كنفوتش اصلا. المهم عطاوني 25 دولار وبديت كان بروموتي لواحد البرودوي، واحد هو اللي بديت كان بروموتي ليه. من بعد بديت كنجوتي دوك الخمسه على الاخرين، الوغ انا ولا عندي سته. بديت كان بروموتي ليهم. ديك الساعه ما كاين لا سيلز لا والو، بنادم كيدخل كيشوف برودوي كيأجوتيه فافوري ولا كيأجوتيه في الباني، صافي ما كاينش سيلز اه والو. موراها بواحد يقول شي 3 ايام 4 ايام ما عادش، 5 ايام وقال كاع البلاشي جوج، لا شي 4 ايام انا طالق القاد 25 دولار. قلت لك ديك الساعه انا طايح في الموان في البالونس عندي في ايتسي، عاد كانت عندي وقال شي ناقص 80 ما عادش حاجه بحال هكا، مشيت شي كم تقشي في الادز؟ داكشي كامل طلق فيه الاس قالوا عندي ناقص 80، وقلت فهمتي يا ربح يا ذبح، يا غادي نكمل في هادشي فهمتي. جاوني السيلز هما هادوك غادي نكمل، ما جاونيش غادي نخلص الفيز ديال الايتسي وغادي نخرج، صافي حيت الغلط اللي كيديروا بزاف عاوتاني ما يخلصوش الفيز. كان في طرف اف اي باي بزاف، داكشي علاش ولاو كيسدوا على المغاربه، ما كيخلصوش اللي في يخرج بنادم كيخلص الفيز كيهرب، كيهرب لهم 300 دولار ديال الفيز 400 دولار. داكشي هما كيحقدوا على المغاربه بحال هكا، صافي شي كيبقاو كيسدوا بلوكي كيسدوا لي كونت. فاش كتجي كتشوف كيقول لك علاش كيسدوا لنا لي كونت، راه حيت بنادم خسر قبل منكم. داكشي علاش بنادم اناني كيشوف غير راسو، يعني كيبقى كيستغل في ديك انت في اي باي ولا في اي سي، يبقى بحال هكا حتى كيحس كيسدوا عليهم كاع بمره، ما يخليهمش يدخلوا. وبزاف ديال الناس كاع سدوا على المغرب بمره، ما بقاش كطلع لك كاع حتى في كاين المغرب. كاين بصح. المهم مورا بداك قرب حق الاخر ديال الشهر، ديال شهر 8 بداك قرب الاخر ديال الشهر بداو كيجيو لي السيلز. صافي كل نهار كتجيني جوج ثلاثه السيلز، وكلهم يعني كتشدوا ليا في الهولد، حيت عارف كونت باقي في الاول جديد. حتى من الاوردر الاول تو تشد ليا في الهولد، كيتشدو كاملين في الهولد على ما تقدر تخرج والو يعني فهمتي. الو كنت ديك الساعه تخسر من فلوسك نتايا، راس المال اللي عندك ديش كنشري بيه يعني. تقريبا كانوا جاوني ديك الساعه شي 12 اوردر واقيلا ما عادش كثر. فاش كتصيفط لك داك السكرين الاول اللي عقلتي، فاش كتضربش 100 دولار اييه شهر 8 ضربت 100 دولار. المهم كان جات وقيلا شي قلت تقريبا شي راس المال زعما اللي خلص داك الشيء واحد 400 درهم بحال هكا، يعني تقريبا كان عندي بروفيت كان عندي النص. صافي رجعت الفيز ديال الاي سي، بقات شايطه لي شي حاجه. ديك الحاجه ما اصلا ما مازال ما خرجاتش، حيت الناس مازال ما وصلهمش الاوردر ديالهم، كتبقى ديما محطوطه في الريزيرف. البيمنت ميثود اللي عندك في هذا الكونت واش ايتسي بيمنت ولا عندك بايونير واش ولا اكونت بيمنت بنك اكونت ديالك ديال فرنسا؟ انا عندي كونت بنكير ديال فرنسا وباش خدمت يعني. فاش طلبوا لي في الاول قالوا لي الايبان ديالك حطيتو ليهم هو نيت صافي وتفالي داكو هو نيت تفالي ده عادي داكو. قلت لك ابخي صافي بدا شهر 9، بدا شهر 9 زدت البرودويات. المهم خلصت بعد الفيز ديال الاي سي، المهم بعدا تهنيت منهم ديك الساعه ارتاحيت قلت نكمل. ديك الساعه بديت كنحط البرودويات، وصلت واقيلا شي 30 ل 60 بحال هكا في البداية ديال الشهر، يعني بديت كنلوح كل نهار جوج برودويات، يعني ديك الساعه زدت البرودويات بزاف. بغيت نسولك اخويا انس على قبل ما واش مثلا في الليستين شنو كتقول مثلا باش البرودوي يقدر مثلا يولي يبان مثلا في السيرش؟ شنو هما الكريتير اللي كتبع؟ اول حاجه التايتل، تايتل داكو ضروري خاص يكون، يعني هما نورمالمون كيعطيوك قالوا شي 160 كاركتر يعني في الماكسيموم، كيعطيوك 160 كاركتر الماكسيموم. انا دابا ندخل نشوف لك شوف الا كانت مثلا دور كاع الا كان شي برودوي ما بغيش مثلا نشوف تما عندك بغيتي تبينو كاع في ليكرو يكون احسن تعطيه بيه اكزامبل. زعما نصايب شي برودوي مثلا ولا ماشي تصاوبو غير مثلا شي واحد ديجا صاوب شي ولكن بلا ما يبان لا ستور لا والو، واخا اي باش يشوفوه الدراري بحال هكا. واخا انا ندخل نشوف
ونشوف شو كدير نتك دير لهم اناكتيف. يلا سير. واش تقول مثلا هاد التايتل كيفاش خصو يكون باش دري يفهمو مزيان باش هما يمشيو يطبقوا داكشي. المهم هذا نوريك تبع البرودوي هذا، ولكن واخا ما تمشاش ليا على بلا ما ننصح الناس يديروا، انا ديجا ديزاكتيفيه يعني دابا من الشوب. المهم هذا كان واحد الماكرامي، داك الشيء كتعرف الماكرامي، هاد السير هذا الماكرامي داير بحال واحد كيصايبو بالكوردات بالخيوطه طيب باليد، فهمتي؟ اها دابا هذا لقيته اصلا في علي اكسبريس، المهم مشى لي فوتو ديالو شتي لي فوتو، خاص يعني يكونوا كيشرحوا كل شيء اللي في برودوي، يكونوا يعني من جميع الزوايا يكون كيبان. داكو ثاني حاجه كون كان الفيديو كان يكون احسن، يعني لحقاش الفيديو الفيديو كيزيدك 25% في السيو ديال البرودوي، داكو 25% 30% على حساب ما صيفطوا ليا هما في الاناليتيكس ديال الايتي، صيفطوا ليا في ميل قالوا لي راه فهمتي، قالوا لي راه الفيديو كيزيدك واحد 25 حتى 30% ديال السيو، كيبان الناس اكثر. هاي 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 28% فهمتي، قال لا قال اقل ديال اقل من 28% ديال السيلرز هما اللي دايرين الفيديوهات. وديجا قال لك 30% كيكونوا 30% ديال ديلي فيزيتور كيفيزيتو يعني اللي برودوي فيهم فيديوهات اكثر. بالنسبه للتايتل هذا هو التايتل اللي درت، عطيك نورمال 160 كاركتر، الوغ انت حاول انك دير يعني ما بين 140 150 كاركتر، مع حاول تخلي الكيورد تما مزيان اللي كيطلعوا ضروري يكونوا فيه الكيوردز اللي غادي ديرهم في التاكس لتحت. المهم انا جايك دابا هذا مثلا انا دابا داير فيه 147 كاركتر، فهمت؟ المهم ما تحاولش انك تهبط على 140. وفي هاند ميد بوهو ماكرامي، هو داك سميت داك البروداكت تابيسري وول هانجين بيج بي، اللون ديالو بيج فهمتي، شيك جيومتريك ارت، هذا تا هو راه تاغ هوم ديكور، تا هو راه تاغ هاي تبان لك هنا، ليفين روم باد روم باك جراوند، هادو كاملين دي موكلي فهمتي. صافي هنا كديرو في شي كاتيجوري، انا ضروري هادي صراحه باش كتبراندي الكونت ديالك. المهم نقول لك كاين واحد الحاجه مثلا لي كاتيجوري، مثلا كتبي شي حاجه فيها الكلوتس غدير كلوتس كاتيجوري بوحدها، الهوم ديكور غدير كاتيجوري ديال الهوم ديكور، باش حتى الناس اللي يدخلوا للشوب ديالك يبان لهم لي كاتيجوري اللي عندك، وكلشي ماشي كلشي مخرمز، حاط ديجيتال هنا، حاط ديكور هنا، حاط كلوتس، كلشي مخرب فهمتي، خاص كل حاجه تكون مرتبه الصراحه بحال هكا مزيان. وقد ما عمرتي هاد لي زانفو اللي كاين هنا قد ما مزيان عاوتاني، مثلا هنا البرايمري كولور ديالو هو البيج اللون ديالو، كان شي لون سيكوندير ديرو هنايا، هنا كتعطي عاوتاني الويت الهايت على حسب كل برودوي، هذا مثلا عطيت العبارات اللي فيه مناش مصايب البرودوي، مناش مصايب يعني الماده مناش مصايب. هنايا هاد رينيوال اوبشنز انا صراحه كنخليها اوتوماتيك، واخا ديك 0.20 الله ما كنخليها هكا، ولا يعني تبقات شي نهار مثلا ديزاكتيف انا ما رديتش ليه البال. تيب ديالو واش فيزيكال ولا ديجيتال، هنا كتجي الديسكريبسيون، ديسكريبسيون حتى هي خاص يكون فيها التاكس تقريبا بحال اللي درتي في التايتل، يكون فيها معلومات على البرودوي فهمتي. خاص يكون باش من الديسكريبسيون كتحاول الا كانت مثلا شي مثلا شي تنبيه شي حاجه بغيتي شي حاجه عليها. مثلا تقول لك اليوم مثلا خصو في لي برودوي ديجيتال كيقول لك خاصك تقول ضروري تقول ليه بلي راه حتى حاجه ما غادي تليفري عندك، حيت كاين شي وحدين ما كيعرفوش صراحه، انا بزاف دو معايا ما كيعرفش يشد حتى البيسي، كنقول ليه دخل هنا دخل في شي بي دي اف دخل في شي هادي ما كيعرفوش، يعني من الاحسن تكتب ليه في ديسكريبسيون حتى الا كان يعني شي واحد مثلا مشى ريبورتاك ولا شي حاجه تعرف كيفاش تقول ليها في ديسكريبسيون ديالك بلي البرودوي كاع ما كيتليفرا، راه برودوي ديجيتال كتيليشارجي صافي، والبرودوي ديجيتال كاع ما فيه الرجور ما فيهش الكانسليشن ما فيهش، ماشي بحال الفيزيكال انت ديك الساعه انت شنو بغيتي دير فيه الروتور ما بغيتيش ديرو، انا كنخلي الروتور باش كتقصب الثقه ديال بنادم صح. المهم ديسكريبسيون قلت لك كدير فيها التايتل شويه التاكس من التايتل كيجي حتى هي مزيانه وتشرح فيها للناس يعني كل شيء، اهم حاجه هي التاكس هما هادو التاكس هما لي موكلي اللي تقدر تسمي كيوردز هما الكيوردز. مثلا انا هنا حطيت لهم مثلا جيفت بو هو الهانكن يعني اللي كانت في التايتل ماكرامي هادي بالفرونسي وهادي بالانجلي فهمتي،
لا شفت شنو كنت مستهدف، هاند ميد ماكرامي، لارج ماكرامي، وكل شيء، اي حاجه عندها علاقه بهذا البرودوي هذا. وسينو تقدر تجي مثلا لدك اتسي هاند مثلا، نوريك مثلا اتسي هاند هنا، وتجي مثلا تكتب مثلا هنا هذا كونتي اللي حليته قبيله قبل ما تبدا اللايف، كونت عادي يعني ماشي ديالي، ماشي باش كنخدم انايا، حليته مثلا كتب هنا ماكرامي، ماشي هاي كتبت هنا ماكرامي، غندير لها سيرش، هذه كتكون هنا فهاد الزونه دي سميتها كي ووردز، كتدخل كي ووردز اناليسيس، كتكتب هنا سميت سمي اللي بغيت تقلب عليه، كدير سيرش، كتجي كتهبط مثلا اي حاجه عندها علاقه بديك الكلمه ديال ماكرامي، كيطلع لك هنا شنو كاين. هذه تاهي كتشتها من اللايف ديال ابراهيم اللي درت مع إبراهيم ابراهيم. ديجا اي ديجا مثلا كاين هنا عندنا كتشوف مثلا اللي فيه الفيوز يكونوا بزاف، ويكون فيه فيفوريتس بزاف، ما تكونش فيه كومبيتيسيون كبيره. مثلا هذا 3 ملم كوتون سترينج تقدر دير، ولكن خاص يكون عنده علاقه بالبرودوي ديالك. كاين مثلا هاد بوبيني، مثلا هاد بوبيني ماركه ديال الماكر ديال الوقيله ديال داك الخيط ديال الماكرامي، الو هاي هادي فيها 5.8 مليون فيوز، فيها 120 الف فيفوريت، وكومبيتيشن فيها صغيره بزاف، هي 4.6، والسيلز فيها 330 الف، يعني فيها سيلز مزيانين. هادي تقدر دير، هادي تقدر دير، غادي تخدم لك مزيان حتى هي. سانسول ملي كدير الادز يعني غادي تدفع، يعني غادي يجوك بزاف ديال الفيزيتور في الشوب ديالك، ماشي في الشوب ديالك انما في برودوي على حسب انت شنو كدير. صافي ابخي كدير لهم البرايس شحال باغي تبيع البرودوي ديالك، فهمتي، كدير البرايس سوفت اللي مناسبك. مثلا بروفيت يعني الكتابه دي في الاول، حاول انك ما ديرش برودوي يكون غالي. انا صراحه البرودوي ديت فيهم في الاول اللي دخلت بهم ديك 100 دولار، كان حاط انا ب 7 دولار، وانا كنت واحد 3 فاصله شي حاجه، كنت تقريبا نص، فهمتي، ما كتضربش ديك الساعه على الرباح، غير على الشوب ديالك، كتضربش على الفوال، تقدر كاع ديرو بنفس الثمن، انت فهمتي، بحال لا مسخر لي. المهم هو تجيب على تجيب بعد الريفيوز للستور ديالك، هي اهم حاجه. راه هذه هي اللي خصهم يفهموا الدراري، سواء في الاي كوميرس سواء في اي بيزنس، ما تعولش على الربح في لا ما كنتش، المهم هي البراند ديال الشوب، كسب الثقه مثلا ديال ديك البلاتفورم، يا ابخي راه فهمتيني، راه بداو يجيو دي سير اش تقدر تربح فيهم مثلا شهر او كاع مع الريفيوز، يبان عندك 5 نجمات ديالك ديال الريفيوز، يكون عندك سيلز، فهمتي، ضروري في الاول باش بنادم ما يتيقفك، وباش اتسي تجيب لي دير الارز تبين لك للناس اللي كيشريو، يعني فهمتي، حتى هما عندهم الغوريثم ديالهم بوحدهم. كتجي نكمل لك، ممكن دابا الكوانتيتي ما كديرش بزاف، عاوتاني حاول انك دير مثلا باردو مثلا قلت لك اللي 7 دولار درت ليه في الكوانتيتي واحد 50 حبه اللي عندي، فهمتي، ما حاول ما نكثرش بزاف. كان ديك الساعه شي فاريشنز، يعني ذاك برودوي مثلا فيه اللون، فيه مثلا هدف طايف اكس، هدف الاس، هدف الال، ولا مثلا هدف اللون حمار خضار صفار، هذه كدير فاريشنز ديالك كل وحده، وكدير لها التصويره ديالها معاها، ضروري التصوير، سيرو كان غير السايز، اذا كان غير السايز راه ما ديرش التصويره، سواء ال سواء اس سواء اكس اس، واش شنو باغي. واحد الحاجه اللي كناكد عليها عاوتاني هي الفري شيبين، ضروري ضروري، يعني شد المونطون ديال ليفغيزون اللي غادي تصيفط به البرودوي، زيدو في البخي ديال البرودوي، وخلي ليفغيزون غراتويت. مثلا عندك برودوي كتشري ب 15 دولار وكتصيفطو ب 2 دولار، دير ليه انت في 8 سي مثلا، دير ليه حتى 20 دولار، يعني داخل فيها مثلا بروفيت ديالك، وداخل فيها ليفريزون، ولكن ليفريزون دير ليه فري، فهمتي، يعني تما بعد ما كيدخل كيقلب كتبان لي ديك فري شيبينغ، كتبان لي اصلا مكتوبه، يعني كتدخل لي برودوي تكون باينه، تكون باينه اللي يشري، كتكون باينه. مثلا ندخل نشوف لبالي شي برودوي هنايا، هاي مثلا هنا، دابا دخلت غير الاتسي عادي، هاي هنا هذا ما دايرش ليفريزون فابور، هذا دايره فابور، راه كتبان لك هنا كيفاش داير. ليفريزون غاتويت، ليفريزون غاتويت، وبنادم كيزعم على هذول فيهم ليفريزون غاتويت، كيقول ما كتسوقش للثمن، ماشي كيبدا كيحسب، واخا يقدر يكون الاخر رخص منه. هذه في اللاوعي ديالنا، اللاوعي ديالنا كيقول لك ليفريزون غاتويت، صافي كاين كاع اللي كيجي كيدير ديالك طالما فلتر ديال ليفريزون غاتويت، ما يبانوش لي اصلا لي برودوي الاخرين، يعني في الاحسن خلي دير ليفريزون غاتويت، سوا دار الفلتر سوا ما داروش غادي تبان ليه. بلان مزيان هذا صراحه، مزيانه هاد القضيه هادي. في الاول كنت كندير ليهم البرودوي عندي كيتشيبا من فرنسا،
ما كنتش ديت ليها، ما كنتش رديت ليها البال، وخا هو كيتشيبا من الشينوا حتى مؤخرا على نفس رديتها من الشينوا، واخا كانت ماشي مشكل فهمتي، كنت قاديت كنت كنحط لهم تراكينا برو داكشي يعني ما كيديو ما كيجيبو صافي عادي. وريتورن اكسشينج كنت ما كندير، كان اكسبتيهم عندك مده 30 يوم عندك حق ترد لي البرودوي، فاش كترد البرودوي راه كيرجع ديريكت على الاكسبريس وكيريفوند ديك الوغ ماشي مشكل، مزيان يعني تا علي اكسبريس يريفونديك. كيريفونديك على اكسبريس على ما عندكش مناش تخاف ماشي مشكل، صافي يعني وكيرجع حتى تريفوندي حتى غتريفوندي ستي غيرجعوا لي فلوس راه ما كاينش مزيان. مشكل. الو غادي دي صراحه القضيه اللي قلت دابا ديال البرودوي كيفاش تحطه، هذه كتلعب على السيو بزاف وعلى يعني باش البرودوي ديالك يطلع ويترانك للناس، بلان مزيان بلان ضروري مزيان تلعب، ضروري تلعب على الكي ووردز، تايتل، ديسكريبشن، كلشي تلعب عليه بلان يعني مزيان بلان مزيان. فاش تكون كتحط ليستين يعني حاول تخدم بالعقل ماشي غير باغي تحط ليستين وصافي حيت حط ليستين. فاش تكون كتقلب على البرودوي ما تقلبش على البرودوي مثلا اللي باغيه انت مثلا يعجبك هذا صافي غتمشي تاخذ، يقدر يعجبك اكثر ما يعجبش واحد اخر. انا فاش كنت في اي باي، فاش كنت في اي باي كنت كنحط برودوي انا براسي ما عرفوش اش كيصلح، كنت غير كنقلب كيبان لي عليه عليه طالب بزاف وبنادم ما حطوش عاوتاني كنحطو، واخا انا ما عارفوش شي واحد البرودوي بعدا كنت كنبيعو في اي باي دير واحد البياسه ديال ديك الطلوريات ديال الطوموبيلات، كتبغى طوموبيلات ديك واحد البياسه كتركب وديك البياسه شونجابل بزاف يعني كل خصم كل مره يبقاو يشريوها، وما كانش بنادم كيبيع يعني كانت قليله، واحد خونا واحد اللي كان كيبيع في اي باي كان داير ليها كان مغليها، وانا فاش دخلت على الاكسبرت كتب ليا رخيصه صافي بديت كنحطها، وبداو كيجيوني السيلز يعني كدخلت قلت لك راه في السيمانه كنت كنضرب يعني واحد 300 دولار 400 دولار في السيمانه من هادي، في الاخر ضربوني بزيرو، في الاخر ضربوني بزيرو حيت كانت كتحط سميه ديال البراند. ملي دويت لك على هادي دابا راه حيدو لي تقريبا واحد اربعه تي برودوي حيدو لي دابا القديم هذا القديم بس قالت ايه يعني خصك ترد البال. هادي في ايتسي هادي دابا داويلك غير يلا حيدهم لي، راك صيفط لك وقع صيفطو لابراهيم، صيفطو لابراهيم قلت ليه راه وقع ليا المهم راه مازال ما دويناش، بعت البرودوي دقه واحده حيدهم ليا وصيفطوا لي ايميل قالوا لي زعما لا كجاوك بزاف ديال سميتو ديال ريبورت ساكا غادي نقدروا نسيسبور داك الكونت ديالك. الو انا اش درت ديك الساعه دخلت الليستينز ديالي حيت من اي حاجه فيها البراند كنحيد سميت البراند كاع وكندير شي حاجه عندها علاقه بها وصافي فهمت، احسن حاجه احسن حاجه باش تفادى مثلا قلت لك شي حاجه ديال وان بيس بلاص وان بيس دير انيمي انيمي بين التصويره راه باين شنو فيها، اصلا ما بغيتش تكتبها تما كتبها في الطاق، انا مشيت للطاق نكتب وان بيس الطاق ما عنديش مشكل ما غادي عندهم باش يضربوك، دخلت حيتهم كاملين دابا صافا الحمد لله، عاود رجع دوك البرودويات خدام بيهم دابا راه هما اللي كيجيبوا لي دابا نيت السيلز فهمتي. هادي يومين مثلا الربح مثلا ديالك من هاد لي برودوي شحال تقريبا كيطراو بالنسبه للبرودوي كيكون كاين كاين بروفيت مثلا؟ صافا انا حيت الان مازال ما درتش زعما شي برودويات اللي فيهم بروفيت كبير ولا اللي يعني مازال ما كتضربش على شي بروفيت كبير يلاه كتبني مازال ما درتش بروفيت كبير. مثلا اغلب برودوي دابا عندي كيتباع راه في فاريشن، اكبر فاريشن فيه 35 دولار 35 دولار انا عندي فيها واحد قول برودوي كنشري بواحد 15 دولار كتبقى لك واحد 20 بلان مزيان. هانتوما الدراري هانتوما راه هاد التجربه هادي راه مزيانه يعني ما تضربش من الاول راه صافي كنبيع مع ناس اجانب خصني نربح 100 دولار في شاك بخود، راه ما كتبيعش اخويا فيرو ولا كتبيع شي براند، كتبيع برودويات اللي تقدر تبني بهم الشوب ديالك ابخي ملي الشوب ديالك يولي مزيان وتفهم تفهم المعايير ديال لي ستين تعرف ان الكونت ديالك ما غاديش يتسسباندا، ديك الساعه تقدر تولي تلعب على ديمارش كبار ضروري، خصوصا خاص يطلع عندك في الكونت ديالك يطلعوا الريفيوز بزاف يطلعوا الاوردرز. انا دابا اليوم كملت 400 اوردر 400 تبارك الله اوردر فهمتي، وهذا الشهر هذا عندي في الغوفوني 1324 اورو بالاورو هذه بلان مزيان مزيان مخير هذا الشهر هذا سبتمبر يعني مقارنه بالشهر اللي فات اللي كانت 100 اورو يلا شوفوا تبارك الله من 100 ل 1300 1324 ان شاء الله الشهر الجاي تكون ديك 4000 ان شاء الله يكون خير فهمتي. خاصه دابا فهمتي مازال كنقلب على برودويات اخرين حتى دول كنشوف دابا غير بديت بهم فهمتي، غير حاولت نبدا بهم وعندنا نربح بعدا غيبيتاسيون ديال الناس ما كتخدمش
بشي سباي مثلا بالفلوس اللي تقدر تطلع لك لي وينين. لا كتبدا تخدم غير ب لا الصراحه ما كنخدمش انا بالسباي بزاف، كندخل كسباي في 8 سينيت فيها ايت يعني، سنين كندخل كنشوف كنشوف البرودويات اللي كاينين، كنشوف عليه ستورز، كندخل كنشوف شنو عندهم. دابا اللي شي ستور فيه الريفيوز بزاف وفيه سيلز بزاف ما كندخلش عنده، لحقاش غادي يضربك يضربك هذاك يعني، فايت كذاك في السيلز بزاف، هو ضارب 12000 في سيل ولا اكثر يعني في الكونت ديالو، راه باينه شاد الكليان بزاف. كندخل كنشوف يعني داك اللي عنده مثلا 1000 سيل يعني فهمتي 800، كنشوف برودويت اللي عنده، وكندخل كنشوف يعني الاخرين اللي يلاه لاح مثلا وفيهم سيلز بزاف، اللي يلاه لاحهم وفيهم سيلز بزاف، ولا يلاه بداو كيجيو السيلز، كتلقى مثلا كتطلع لك بالحمار هذا كاين في 20 بانيي، اكثر من 20 بانيي، ولا بزاف ديال الناس شراوه يعني في ديك 24 ساعه. هاي نشوف لها طلعت لي هنا في واحد الشيب، مثلا البرودوي هذا، مثلا البرودوي هذا يلا كنا كنشوفوه دابا، هذا قال لك هو تخي دوموندي تخو اشتغ لوند كوموندي او كور دي ديغنيير 24 اور فهمتي. الوغ هذا الناس يعني ثلاثه ديال الناس شارين في 24 ساعه، وكاين اللي كتلقى اكثر فهمتي، مثلا بحال داك البرودوي انا اللي كنت لحقت كان جاب لي سيلز بزاف، كان اكثر من في نهار واحد كان جاب لي اكثر من 50 اوردر فيه، هذا تبارك الله ديجيتال ديجيتال صراحه. داك البرودوي ديجيتال اللي كنت لحقت يعني كان في عندي بروفيت فيه تقريبا راه تقول 100%. علاش؟ حقاش انا ديك الساعه مشيت فايفر عند واحد الهندي قاد لي داك الديزاين، لما ديك الساعه ما كانش عندي الوقت فهمتي راك عارف مع القرايه داك الشيء ما كاينش الوقت باش نقاد يعني داك الاس في جيز. المهم درت باك ديال اس في جي في واحد 15 مستصر اس في جي، مشيت عندو هو سولتو قلت ليه شحال تخدم لي هذا، قال لي 10 اورو صافي خلصتو خدمو ليا مورا شي ساعتين بحال هكا عطاهم ليا يعني. انا عطيتو تصاور قبل فهمتي باش يعرف شنو غادي يخدم هو، غير كيشدهم كيدير لهم كي فيكتوريزيهم كيدير لهم كيرجعهم فيكتور باش تكون الكاليتي ديالهم مزيانه صافي، كيعطيني في شي اي اي صافي. انا ديك الساعه قديت البانر ديالي اللي غادي نحط فيها البرودوي، ومورا فهمتي داك البرودوي بوحدو، دابا نشوف لك شحال جاب لي داك البرودوي بوحدو، داك البرودوي بوحدو دابا قلت تقريبا شي 350 اورو واقيلا، 150 اورو وانا واخده غير ب 10 اورو واحد فهمتي، ومازال كيتباع ليا راه من قبل ندوي معاك، والسيلف كيجوني فيه فهمتي. انا داير فيه اصلا ثمن اللي رخيص شويه يعني، ما فايتش فيه 2 اورو خير ما فايتش فيه 2 اورو. واحد القضيه فاش دير الادز بان لك شي برودوي كضربوا فيه الادز بزاف مثلا، دابا انا شنو كيوقع ليا كتسهى عليه كتلقى ضرب لك البيجي ديالك ديال النهار كامل، كيكونوا بعض المرات شي كي وورد كيكونوا داك بحال شنو كيقولوا السي بي ام ديالهم مع سميتو داك الثمن الكوب بار كليك سي بي اي ديال السي بي اي ديالهم ومع السي بي سي كيكون طالع بزاف، مثلا تقدر تكون هاك ليك وحده فيها 5 دراهم ولا 7 دراهم، سي بي ضروري سي تحدي مع هذوك سي بي سي، ضروري تحدي مع هذوك التاجز تحاول انك تنقص منهم. إذا خصو يجيب لك سي بي سي رخيصة، إذا جابها لك غالية راه جيب لي سي بي سي رخيصة، إذا جاك غالية حيد دوك التاكس راه كتقدر يبانوا لك التاكس اللي جايبين بزاف. اللي طالب بصح ضروري، سينو غادي يهلكوك الادز وما غادي تجيب حتى شي حاجة. مش هاد الشهر هذا واحد البرودوي ضرب لي في الادز واحد 85 اورو، وانا يلاه بيع فيه واحد قلت تقريبا شي 60 بحال هكا، قلت تقريبا الادز ضاربين لي اكثر من مبيوع فهمتي يعني، حيدته من الادز وحاولت اني نقص دوك التاكس اللي كاينين. سينو راه باقي عندي دابا عرفتي، دابا كندخل باش كدير مثلا ديك القضيه ديال الديسكاونت، ديك الديسكاونت كيعاونوا بعض المرات. كندير انا كنشد البرودوي مثلا غادي نحطو انا مثلا 20 اورو، كنزيد نحط 25 وندير عليه ديسكاونت ب 25% فهمتي، بلا فاش كيدخل كيبان ليه ديسكاونت في هذا البرودوي كيمشي كيشري. اي تي ديك السيمانه كانوا دايرين واحد القضيه زوينه، كان خصو لي 5 دولار، كانوا دايرين واحد المده ديال 3 ايام، وهذيك المده ديال 3 ايام هي فاش مشيت انا حطيت ستور كامل درت فيه ناقص 25% وجاوني السيلز على الجهد. يعني استغليتي الفرصه اللي عطاك ديك السيلز ضروري، وديما السيلز كيجيو الجمعه السبت الاحد، الجمعه السبت الاحد
ما غاديش يهدى التليفون ديالك من نوتيفيكاسيون يعني انت ضروري. يعني الانسان اذا ما كانش مساري نهار الخميس يهبط على الليستين ديال لي برودكتس ولا يعمر ستور ديالو من اثنين حتى ويدير الادز، الخميس الجمعه السبت الاحد يطلق شي ادس راه يفرق عام ما بيعش في يدير البرودوي ديالو. الادز فهمتي، بعدا فاش كيدخلوا الفافوري الكارت صافي. انا دابا عندي اكثر من فاش كندخل بحال كان قلت لك ندير ديسكاونت لشي برودوي ولا شي حاجه، كيعطيك واحد العينه كيكونوا فيها مثلا الناس اللي حاطين البرودوي ديالك في الباني، كتعطيهم ديسكاونت باش يدخلوا يشتريوا، كتصالهم واحد النوتيفيكاسيون. لقيت عندي اكثر من 5000 دولار محطوطه في الباني مازال ما تشريتش، اكثر من 5000 دولار عاد باش بديت كنصيفط لهم داك الديسكاونت، عاد ولاو الناس كيشريو واخا كاك مازال ماشي كلشي شرا. حتى يلاه تصيفط توقع شي تصيفط شي 276 ميل، واخا يخطر اكثر من 276 ميل خاص يوصل. عايشة اظن يعني كيكون داك الباري الناس كداو. وهذه راه صراحه جبت بها السيلز بزاف، هذه القضيه ديال انك تصيفط للناس اللي عندهم البانيي ولا اللي دايرين فافوري كينساو، اش كتصيفط لهم هذه القضيه كيبداو ديريكتوم يشريو. يعني راه عرفتي علاش؟ ديانا تبقى متبع لي كليون ديالك بحال الطريقه، حيت على حسب الستاتيستيك اللي حاطين اليوم هنا دخلت كنشوف، لقيت بلي اغلبيه السيلز اللي جاوني من هذه القضيه هذه، فهمتي؟ ضروري خاصك تفكر الواحد، حيت كيحط الباني كينسى. يعني ضروري تصيفط ليه ميل باش يعاود سيرتو في الاخر ديال الشهر، دابا كيكون الا غادي تخلص ولا كيكون تخلص موراها، يعني خصوصا جات الخصه بحال هكا في الوقيته هذه مثلا، اليوم راه 29 يعني غد، قول اليوم ولا غدا غادي يكون الناس تخلصوا. يعني عندك الجمعه والسبت والحد اصلا كيكونوا السيلز طالعين، وسيرتو مع الناس تخلصوا دابا غادي يكونوا طالعين السيلز كثر. يعني هذه الوقيته فين خاصك تلعب على هذه القضيه بزاف، خصك تستغل هذه الفرصه ضروري. هذه وسمعوا الدراري، سمعوا اللي ما كيخدمش بهذه الطريقه يحاول يخدم بها. ضروري خصك عندك شي حاجه، خصك عندك شويه في الماركتينغ تكون كتعرف شويه. ضروري ضروري اي حاجه باش خصك الماركتينغ فيها، اي حاجه خصك الماركتينغ تلقوا انا شويه البيع والسلام الماركتينغ. حنا اخويا دابا انا سنطلقوا لكم الدراري، ربما يكون شي سؤال بخصوص هذا الشيء كامل اللي تذكر. مرحبا. وديك الساعه نجاوبوا الشباب، حنا طلقنا لي كومونت. الو غير اللي عنده شي سؤال بقى نقولوا واحد 6 دقائق، راه 6 دقائق باش يكمل ان شاء الله اللايف. نحاولوا الا كانوا شي اسئله ولا شي حاجه يجاوبكم عليهم الاخ انس. تبارك الله عليك، بعدا ديزافو تبارك الله، راه زوينين ان شاء الله الدراري اللي تبعوا اللايف يعني يستافدوا ان شاء الله. فاش ما يخص الواحد يزعم وما يبقاش عاوتاني يقول لا ما غتصدقش ليا حيت فلان ما صدقتش ليا ولا حيت هذا، فهمتي؟ واحد كتب هنايا ميثود كرياسيون ايت سينو سوسباند. المهم ذاك الدري انا اللي قلت ليه، اللي قلت لك انا الدري صاحبي في المغرب بحال الكونت عادي، قلت ليه حلو من نافيغاتور ديالك، قلت ليه ماشي حلو نافيغاتور جديد، حلو من نافيغاتور عادي، ولكن هو عمره ما تسجل اصلا في ايتسي، فهمتي؟ ذاك الدري الاخر، واحد الدري اخر اللي قلت ليه حاول انك دير باسبور ما ديرش لاكارت، حيت ديجا كنعطيهم لاكارت في سبندو ليه. يبدل الى كان داك الدري الاخر حلو عادي، بحل عادي بلاكارت ناسيونال ديالو، بكارت ديال السياش خدم به عادي عادي بيه عادي. ودابا راه مازال مخليه غير يعني الحل اللي داروا غير باير، يعني مازال ما داروش سيلر بلا مزيان. انا بان لي الدراري هادو ملي كتسمع شي ميثود كرياسيون راه هذيك ديال صحاب الدواراج باش كيخدموا شويه ديال الماركتينغ وصافي. وراه داكشي اللي خاص بنادم يعرف، ما كايناش شي ميثود زعما اللي سحريه. راه اي باي كانوا كيسدوا ليا فاش جيت كاع لفرنسا ذاك العام سدوا ليا، ودابا حليت في النافيغاتور عادي غير هاد السيمان او باقي محلول وحاط فيه ليستين. اي باي كاع اللي مزيرين، ياك اي باي كاع مزيرين بزاف وكل شيء اخي، خدمت انا في اي باي مزيرين. ها هو كونت دابا قدام عينك نوريه لك، حاط فيه ليستين كاع خويا. واحد الدري بغا يفتح كونت فرونسي عطيه نخدم به واش ما يتسبندش. الصراحة ما عرفتش هاد القضية هادي، واش يقدر يبقى خدام به حتى في المغرب وهو ديجا في الكونترول في فرنسا. صراحة ما عرفتش، اش بان لك اسي خالد؟ شنو قال هو؟ شنو قال؟ قال لك واحد الدري صاحبه عنده في فرنسا بغى يصايب ليه كونت في فرنسا ويخدم به في المغرب. وشوف هو اصلا غيكريي ستور ولا شوب باي بي فرنساوي، الوغ ملي تجيبو للمغرب طلع واحد النوتيفيكاسيون في الايميل باللي راه تحل هاد يعطيوك اللوكاليزاسيون ديال السيد اللي عاود حل. كنقول كاين احتماليه انه سيسبانديو لك في مره،
إذا دخول كان عندك المال الزهر يقدر يبقى خدام. شي وهذا او الشرط. كونت ما مسيش بيدي ما والو، دابا راه خدام مزيان، الدراري عندك شوت سباي وراه ما فيه والو. ما فيه والو. ما فيه والو. الدراري عملت لي المغاربة ديالنا سمير. بحال انا كنت كريت انا شحال هادي كونت ولا كيخدمش بيه ديجيتال في ايتسي في ايباي. تخيل معايا يلاه كيجيو السيل. كان ديك الساعة كانوا المغاربة بيناتهم كيعرفوا ان كنت شحال شو بوران الريبورت في الديجيتال كتبيع مثلا اللي كي ويندوز ولا الريبورت على الجد يلاه تيدخلوا السيل اخويا طخ 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 كيمشي. ويجني الريبورت ويسسباند في البلاصة. انا كنت معاك كنحل الكونت، باقي ما كملتش 10 دقائق كي سسبنديوه ليه. دابا هو دابا هو محلول ما طرا ليه والو، وسيفر كونت سيفر بروفيسيونيل يعني، ماشي عادي. خسر كنظن انا في ديك 24 ساعه من الكرياسي ما دير فيه والو ما في دا... الليل. انا شي فكره ليه او دخلت انا عشان نخدم بحال داك في اي بي 72 راه ما بقاش اتسي في اي بي 72 ما بقاش. ما بقاش واحد السؤال قال لك شكون كيدير ليفريزون من الشينوا؟ كيديروا انا كناخذ مع علي اكسبريس، كيديروا هذاك كينياو، ما بقاوش عندهم داك الجلوبال شيبر، ولا واحد الشركه سميتها كينياو مزيانه الصراحه. اما احسن ديجيتال ولا الفيزيكال؟ هو دابا على حسب، الا كنتي صراحه مع الديزاين وداك الشيء خدم ديجيتال. ديجيتال صراحه فيه فلوس، ولكن خاص تلوح بزاف ديال لي برودوي، حيت هو ما فيش بروفيت بزاف ولكن فيه سيلز بزاف. داكو سيف 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 اقل الثمن ديرو في فيزيكال باش ما تخسرش في الشيبين. او كيف قلت لك في الفيزيكال حاول انك دير برودوي دير في البروفيت ديالك، مثلا بالبروفيت ديالك انت راه غتبيعو مثلا بواحد 17 دولار في ايتسي، زيد ديك 3 دولار ديال الشيبين مثلا اللي في علي اكسبريس هي تولي مثلا 20 دولار، ولكن دير شيبين فري يعني باش بنادم يشتري مع ديك ليفريزون غراتوي. واحد الدري كتب لك خويا بغيت نبدا باش تنصحني، عطيه شي نصيحه خويا انس. صراحة يبدأ بفيزيكا فيزيكا كاين بعد من البراند بعد فهمتي، باش ما ريبورتيش في الاول. وانا كيبان لي شوف الا ما عمرك ما حليتي كونت اي سي سير حلو وسمع اللايف اللي كنا قلنا، راه انا في الليستين حاولت نسولو بزاف ديال الاسئله باش الناس شنو خصك تحتارهم في الليستين ديال البرودوي باش يترانك لك البرودوي باش ما يجيكش نيت سيسبند. يعني الا كنتي تفرجتي في اللايف من الاول راه عارف كيفاش تكري الشوق ديالك، كيفاش دير داك الفري ليستين ديالك هذيك 40، وكيفاش ليستي البرودوي، ومنين اصلا غتجي البرودوي الا كان فيزيكال سير جيبو من علي اكسبريس، لان هادشي كامل هضرنا عليه، هضر عليه بزاف ديال الامور. ومراك هاد اللايف هذا مسيفي غتلوحو ان شاء الله غادي نشوف المهم راه باش كلشي يبقى عندو فاش يعني يرجعو يشوفو. بالنسبه لذاك السيت اللي كنتي ذكرتي نسيت لي على السميه ديالو، كرياتيف فابريكا بوان كوم، صافي تبارطاجي معايا باش الا كنا غادي نشيريو هاد اللايف نحاول نخليوه ليهم شما دي زانفو باش الناس يمشيو يكليكيو. واش ما كاينش ميثود حل عادي وغير يكونوا لي زانفو اللي جال وما يكونش حال سطور في نفس النهار وارمي غاب لوجيك صافي. هذا واقع لنا. بالنسبه اللي خدام سي او دي تنصحني ندخل الاي سي في نظرك شنو الفرق اللي كيبان لك بيناتهم؟ الفرق ديالي صراحه ما عرفتش علاش دور السؤال قال اي سي، ولكن راه كاين انا كيبان لي الفرق شنو هو ان في انت مثلا في سي او دي خصك انت مثلا برودوي انت خصك تبينو للناس، اما اي سي البرودوي كتحطو ديجا عند لي فيزيتور يعني كيشوفوا الشوب ديالو. وقال راه بغى يقول بي او دي ماشي سي او دي. بالنسبه لي لا، بالنسبه لي هو خدام، راه هو خدام في السي او دي، بغى السي او دي بغى ينصحو تدخل الايتسي. ممكن دير ايتسي والسي او دي فهمتي، لان ايتسي راك عارضه حيت ايتسي صراحه راك تحط ليستين وما غاديش تبقى مقابلهم نهار كامل. ماشي بحال السي او دي، السي او دي عندك فيه خدمه شويه فيرمي مع هذا دير مع هذا. المهم الا كان خدام هو مع شي سيرفيس راه بوسيبل انه يدير هادشي هذا كامل. واش عادي تجمع الفيزيكال والديجيتال في نفس الشوب؟ عادي هذاك اللي درته انا نيت، جمع الفيزيكال والديجيتال في نفس الشوب، ولكن دير كاتيجوريز فهمتي، دير الديجيتال بوحدو والفيزيكال بوحدو، حتى هو فيه الكاتيجوريز ديالو. واحد قال جود سبلاير علي اكسبريس، ديجا زعما كتعرف لي كيفاش يجيبو زعما. ما نقدرش نقول لي راح السبلايرز في علي اكسبريس راه بالمليون، ما تقدرش تعرف فهمتي، راه بزاف ديال السبلايرز باش يعرفوا واش تراصد، غيشوف غير الستور ديالو لي ريفيوز، الستور يشوف البرودوي، يشوف البرودوي شحال فيه ديال السيلز، يشوف الريفيوز ديال الناس. صافي بسهل راه باين، تدخل الريفيوز ديال البرودوي كيطلع لك صافي راه باين. انا بغيت نخدم فيزيكال ولكن ما عرفتش قضيه الشيبين،
الشيبين ما عندك مناش تخاف منه، لحقاش كتشريتهم على اكسبريس ولا مشيت تاخر شفت منين بغيتي، ولكن من الاحسن على اكسبريس. فاش كتشري البرودوي كتصيفطو لادغيس والسميه ديال داك السيد اللي شرا من عندك في ايتسي، كيعطيك كيعطيك داك السيلر اللي خديتي من عنده في علي اكسبريس الشيبي، داك التراكينغ كود كتحطو ليه في ايتسي مورا واحد 3 ايام ولا 40 فاش كيصيفطو لك صافي. يعني ما عندكش شي قضيه شي حاجه اللي صعيبه. وواحد القضيه انه ايتسي ما كيحطوش لك كاع الشركات ديال الشيبين في فاش كتبغي تعمر داك التراكينغ كود. الوغ شنو خاصك دير؟ مثلا اليو اس اي اللي يمكن الشركه اللي مكلفه بهم هي اليو اس بي اس، الوغ غدير اذر ودير سميه ديال اليو اس بي اس وتحط تراكين نمبر. فاش كتحطها راه اوتوماتيك مو ايتسي كتريكوغنايزي ديك الشركه وكتحط لك اللين ديالها. اما بالنسبه للشركات الاخرين ما عرفتش، مو فرنسا دايرين لا بوست، كاينه سميتها لا بوست راه كاينه ديجا في السيت. اما الدول الاخرين صراحه ما عرفتش، كندير لهم غير ديك كينيا وديال ديال علي اكسبريس وصافي. فاش كيبغي يسولني ديك الساعه على التراكين نمبر كنصيفط ليه اللين ديال 17 تراك. واش ممكن نحل نفس نحل جزء ديال ستور نفس المعلومات؟ دابا داك الشيء انا اللي داير، ولكن ستور الثاني مازال ما بديتش فيه، ما مليستي فيه حتى شي حاجه حاله، ولكن مازال ما تسد ما حتى شي انا حاجه. كنظن يقدروا يسسبانديو ليه واحد فيهم ما عرفتش انا مو من ما غير نحاول يقدر يبدل بيمنت ميثود. الا كان مثلا هنا في المغرب دار شي سياج بونز فيزا ولا اي شوبينغ ولا انا شي حاجه. دابا قلت لك حال جوج. واحد انا عندي هنا جوج ديال لي كونت بونكير في فرنسا، الوغ داير واحد داك البرايمري ديالي ديرو بالكونت الاول والاخر ديرو بالكونت الثاني، ولكن مازال داك الكونت الثاني مازال ما خدامش به غير حالو مخليه يعني حتى من بعد نخدم به. خليه يعني يحفظ قلت بلان. في حال تسدى هذا ولا وقع شي مشكل نلقى بعد الكونت الاخر. بلان واش بلان عادي تحط نفس التصاور من الاكسبريس؟ من الاحسن لحاول تدو مع السيلر قول ليه عاود صور لك البرودوي سيرتو لك هاد شي حاجه فيها البراند، لحقاش كيقدروا يدخلوا ريبورتيوك حيت بنادم كيشد مع الاكسبريس نفس البرودوي كيبقى يحط تصاور. فاش كتدخل ايتسي كتشوف كتلقى هذا محط نفس التصويره والاخر حاط نفس التصويره، كضربكم كاملين تحيد لكم برودوي. صافي على ماشي برودكت دو مع ريسيرش. السيلر دو مع السيلر ولا حاول انك تموديفي التصويره تشوف شي حاجه، يعني دير زيد اللوجو ديالك الفوق زيد شي حاجه فهمتي، حاول انك تقاد. واحد السيد قال كان عندي برودوي كيفاش نقدر نشيبي باقل ثمن، جو بونس انت عندك وقال شي فكره اخويا خالد من المغرب اين شركه يقدر يصيفط معاها؟ كان هضر ابراهيم على هذا البلان، قال لك فيديكس وتكون عندك لاكارت ديال لوطونتربرونور وكيدير لك الريديكسيون. المهم الا بغى يقدر يرجع اللايف الاولاني ديال انا ومع ابراهيم، راه كنهضر على هذا البراند اللي خدامين الهاند ميد هنا في المغرب من الزرابي ولا البنك. كتكون عندك لاكارت اوتونتربرونور كتمشي واقع الفيديكس يمكن، المهم كيدير معاك شي ريديكسيون زوين يعني كينقصوا لك المهم. على الشركات اللي عارف كاينين في المغرب كيصيفطوا عندك فيديكس اراميكس ودي اش ال دي اش ال دي اش ال شويه غاليه دي اراميكس. المهم يرجع باش يبروفي المعلومه يرجع اللايف الا ما ديجا هضر على ابراهيم ولا تنتاكدوا ليه مزيان. الدراري وقيلا الله يجعل البركه تبارك الله. الله يبرا تنشبعان معلومات ودرنا فيه تقريبا شي ساعه والصرف. قال لك المهم راح السؤال قال لك واش ايتسي قبل الوايز؟ كنظن كي قبل الوايز ياك. كان قالها وقيلا كان ابراهيم كدوي عليها قال لك لا لا كرونو بوست هذا وقال كرونو بوست ماشي كرونو بوست كاينه في فرنسا ما عرفتش كاينه حتى في المغرب. يمكن وقال هي يمكن كاين حتى هي راه ممكن يصيفطوا منها البرودوي من هنا. بالنسبه للناس اللي كيسول على ديك الوايز من الاحسن يعني يتفاداها فهمتي، راه ديجا كان ابراهيم دوى عليها قال لك ما بقاش كيقبلوها. من الاحسن تسم بالسياج، يعني مثلا السياج لاكارت ديالك مثلا ديجا سسبندات ولا ولات بلاك ليست عند ايتسي قطعها وتمشي عند السياج وتقول لهم تفضل درت لي لاكارت ديالي صافي ما عاودش يقول واحد اخرى، وقدر كتخلص عليها شي حاجه قليله ما عرفتش شحال الصراحه، ولكن كتخلص عليها ما عرفتش الصراحه شحال. المهم حاول انك يعني تمشي تبدلها وصافي، ما ديك الساعه ولا عندك ارقام جداد وتقدر ديك الساعه تدفع بها عاوتاني ولا تسبن ديالك بلا كارت ناسيونال تدفع باسبور تدفع بيرمي. المهم طلع كيفاش دير. بدل باش تبروفي ويدوزو لك الامور مزيان من الاحسن. خويا انس تبارك الله عليك، مرحبا كنشكرك على هذا الوقت هذا اللي بارطاجيتي معنا بزاف. مرحبا الله يبارك. كان شي حاجة ولا شي سؤال الدراري غادي نحط لكم ان شاء الله الانستغرام ديال
الاخ انس في ستوري، واش اي واحد بغى يبدا ولا شي حاجه راه هو راه حل الباب ديال التساؤل. كنظن مرحبا، انه الا بغى شي واحد ما كاينش يسول شي ولا شي مشكل، اللي حاجه بغى يسول شي حاجة مرحبا. راه حنا كنديروا مجهودنا ان شاء الله. حنا كاع لي لايف راه كنديروهم للمبتدئين، لانهم المهم لي لايف اللي كنحطهم في ايتسي في يوتيوب كيجيو بزاف ديال الاسئله، ديال كيفاش نحل الكونت، كيفاش هاديك سسبند. كنحاولوا ما امكن اننا نجيبوا لكم دي زيكسبير او لا نجيبوا لكم حتى ناس يلا بداو داروا النتائج وكيبارطاجيو معكم كيفاش ممكن انهم كيفاش داروا دوك النتائج، باش حتى نتايا تعرف كيفاش دير دوك النتائج. نتمنى هاد اللايف كاملين اللي درنا يكونوا فادوكم وبديتوا الرحله النجاح ديالكم في ايتسي، وكنتمنى لكم التوفيق. والى اللقاء، فرصه سعيده الشباب، تحياتي لكم.